جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ذهبت للعمرة وأنا من العراق، ذهبت لأداء العمرة عن نفسي، وبعد إتمامها أردت أن أعتمر عن والدي المتوفى، فهل يشترط علي أن أذهب إلى ميقات أهل العراق وأحرم منه لأداء العمرة عن والدي، أم يصح الإحرام من مكة لأنني مقيم فيها لأيام فقط؟ الإحرام بالعمرة لا يكون من مكة، وإنما يكون من الحل خارج الحرم، من التنعيم، من الجعران، من عرفة، من حدود الحرم الإحرام بالعمرة. فمن كان داخل مكة وهو يريد أن يعتمر لنفسه ولغيره، إنه يخرج إلى الحل، إلى حدود الحرم، ويحرم من عندها. لأن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تحرم بالعمرة وهي في مكة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر، ذهب بها إلى التنعيم، أحرمت منه لأن التنعيم على حدود الحرم. نعم.